السلام عليكم ورحمة الله، معكم عباد جيمنج. جبت لكم فيديو جديد عن 7 ديد سينس جراند كوست خطايا السبعة. في فيديو اليوم راح نحكي عن البارت 2 اللي هو هل اللي هو الجزء الثاني من الفيديو الماضي. هلا بالفيديو الماضي عرفنا خلاص كل شخصية شو بتعمل وشو أهميتها وهيك، فهلا راح نحكي على البانر نفسه. هل هي البانر قوية وبننصح الواحد يسحب فيها ولا لا بالنسبة للبانرات القادمة كلها؟ طبعا هلا نحن بنعرف إنه في 3 بانرات جاية. في بانر واحدة راح تكون ان شاء الله اللي هو بتاريخ تاريخ 3 الشهر او 2 الشهر الجاي، 3 الشهر اللي هو يا اما راح تكون روكسي، واذا طلع تحليلي صحيح ممكن تكون بانر اللي هو ليز ومارلين، واخر شيء البانر تبع لودسييل اللي هو مارغريت اللي راح تكون بتاريخ ممكن يكون بعد شهر وشوي من هلا. ليش؟ انه مثلا في كل اذا كل بانر بتقعد اسبوعين، باول بانر تبع روكسي ثاني بانر يعني هي اسبوعين، بعدين بانر مارلين اسبوعين، معناها ممكن بعد خلال شهر شهر وشوي تجي بانر مارغريت. او ممكن يعملوا مثل ما انا عم اقول، شو هو شو يعملوا، يجيبوا مار بانر اللي هو 600 جيم تبع تبع مارلين وليز، وبعدها باسبوع يجيبوا بانر روكسي. هيك ساعتها انت لما يكون باقي اسبوع لبانر ليز ومارلين يجيبوا روكسي، وهيك ساعتها فيهم بعد باسبوع يجيبوا لودسييل فورا، وهيك ساعتها شو بصير. يعني خلينا نشوف مثلا شغله من ثلاثة، خلينا نفتح هيك من ثلاثة لا شهر 8 ايوه من 3/8 لتاريخ 17/8 راح يكون بانر مثلا ليز ومارلين، وبنفس الوقت راح تخلي راح يكون باقي اسبوع لبانر روكسي، وهون ساعتها ب 17 الشهر بيجيبوا بانر مارغريت. يعني ممكن خلال اسبوعين او 3 اسابيع من هلا يجيبوا بانر مارغريت واللي هو لودسييل. فهي الشغله لازم تنتبهوا منها، هل ممكن يجيبوها بالطريقه او ممكن خلاص اسبوعين اسبوعين وبعد شهر من هلا او بعد شهر واربعة ايام من هلا يجيبوا بانر مارغريت، ما بنعرف حسب هن اذا مستعجلين ولا لا. فهلا خلينا نحكي على بانر روكسي اذا اجت اول وحده. طبعا روكسي اوريدي حكينا عليها لا باس بها، بس هي عميل يعني انا عميل له عمر انه لا تشتغل مره واحده فقط ولازم تجيب التي بروكسي، مو مثل ما انا كنت متوقع انه لا بكل واحد اذا جبت التيميت راح تصير ايفيد مرة. يعني ساعتها او اول واحد بجيب التيميت بالفريق راح ينعمل ايفيد، ساعتها راح تكون جبارة، بس للأسف طلع غلط. لا بانر روكسي للأسف هلا هي صح بانر ستيب اب وراح تكون بانر كثير جميلة لانه راح تكون رخيصة، بس الشخصيات اللي فيها ولا واحدة فيهم حاليا كثير مفيدين او حتى لهم فايدة، وخاصة كمان انه حتى ايستن الحمراء ما عاد لها فايده كثير حاليا بالميتا، لانه اذا اجت هون ما بعرف اذا هي ايستن الحمراء او لا. ليش؟ لانه هلا التيم تبع بان هو عباره عن اسكانور بان وارثر، وايستن ما حدا استخدمها عادي يعني اذا ما طلعت لك. فهي البانر فيك تقول يعني اكثر بانر بقول لا حدا يسحب عليها، لانه الشخصيات الموجوده فيها شخصيات كثير كثير اوت اوف ميتا اللي هو ما عاد حدا يقدر يستخدمهم، مشان هيك بقى مو نصيحه حدا يعمل عليها، مع انه بصراحة يعني هي شخصية كتير قوية لا لا هي شخصية بصراحة عادية جدا، بس اللبس تبعها كتير حلو. بس للأسف هل انت راح تروح 240 جيم على بانر عشان لبس؟ صراحة حرام. ليش؟ خاصة انه انت في بانرين بعدها وانت اوريدي عارفان فيهم وعارفان انه في يعني شخصيات احسن. ليش؟ لانه ليز ومارلين عندهم بوتنشال كتير كتير عالي، ليز ومارلين عندهم بوتنشال كتير كتير عالي كتير كتير مو شوي. ليش؟ اول شيء ليز فيك تحطها بتيم الملائكة اللي هو اللي راح يجي، وفيك تحطها ورا كمان تيم الملائكة، ساعتها راح يكون البسف تبعها شغال وحتى هي ورا، يعني ساعتها الدمج اللي راح تاكله اقل. بقى هذا الشيء كتير 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 رائع. يعني فريق اللي حكيتكم عليه اللي هو مثلا سارييل وتارميل ولودسييل مارغريت ورا تحط ليز راح يصير سفاح، يصير سفاح بطريقه مو طبيعيه، وهذا فيك تستخدمه فورا. بس شو المشكله؟
لانه تيمك كله جديد، اللي هو في اثنين جداد اللي هو مارغريت وليز، بس السي سي تبعك راح يصير ضعيف، وفي ناس لهلا ما عندهم والله مثلا 66 تارميل ولا 66 ساريل ولا اصلا مطورين اللبس تبعهم، مشان هيك بقى فريقك السي سي راح يكون فيه كثير قليل او راح يكون ضعيف كقوه. مشان هيك بقى بنصحكم حاليا تطوروا ساريل وتطوروا التارميل وتقووهم كجير وكلبس من كل النواحي، مشان يصير اقوى لما يجي ليز هاي، ولما يجي مارغريت اللي هو لوتسيل، وحتى كمان لما اذا اجى مايل بالمستقبل، لانه فريق الملائكه راح يضل كل ماله يصير اقوى واقوى واقوى، لانه الشخصيات اللي فيه كثير شخصيات محبوبه من الجميع، خاصه بلعبه سبد الليسنس. يعني بقى البانر تبع اليزابيث ومارلين، وطبعا مارلين كمان يعني كل ما عم بفكر حركاتك، كل ما عم لاقي حركاتك كثير كثير مزعجه وكثير مفيده، بس يعني صح في شوي شغلات اللي هي مثلا اذا كان حظك سيء وما طلع لك كروتا او شيء بصير شوي ضعيفه، بس بتضل من الشخصيات اللي كثير كثير مفيده راح تكون حاليا وبالمستقبل كمان لا تنسوا. بس البانر تبعهم بانر جدا 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 سيء، يعني ما في ولا شخصيه الواحد ممكن يستفيد منها، مشان هيك بقى بانر 600 جيم بس مشان شخصيتين، وبالاخير انت راح تختار بين واحده منهم لا سمح الله اذا ما طلع لك شيء قبلهم، هذا الشيء السيء. هلا اذا بصراحه ما بعرف يعني ليز مفيده مع مارغريت، ومارلين الحب بقى ما بعرف اذا صارت فيني شو ممكن اختار، ان شاء الله بيطلعوا لنا الاثنين وبيطلعوا للكل. هلا بنجي لاخر بانر اللي هي بانر مارغريت. بانر مارغريت اثنين بانر فيهم طبعا، اول شيء بانر فيستيفال وفيها ثلاث شخصيات فيستيفال، بس غير هيك فيها لوديسييل وفيها سارييل وفيها تارميل اللي هو الملائكه القدامى، وفيها تشاندلر، وفي بعض الناس لهلا ما طلع لهم تشاندلر او لهلا ما سووا سارييل وتارميل ولوديسييل 66. بقى هذا الشيء كثير كثير راح يفيدك بهي البانر، لانه ممكن يطلع لك هدول الملائكه وممكن تقدر تسويهم 66 ويصير فريقك سي سي تبعه قوي ويصير الشخصيات اللي فيه قوية، بس المشكلة الريت كالعادة زبالة للأسف، وهذا الشيء اللي أنا بتجاكر منه بانر الفستيفال ليش الريت تبعه أعلى من هيك شوي طيب على الأقل، كان يقدر الواحد يسوي شغل. بس كبانر يعني هو بنصحكم إذا بتكون تعملوا إذا معكم جيمات على الأقل مثلا معكم 900 جيم أو ما رح تقدروا تجمعوا غير 900 جيم، لا تعملوا غير على بانر مارغريت، لأنه أفضل بانر من البانرات الثلاثة وأفضل شخصيات من البانرات الثلاثة. بقى مشان هيك نصيحة مني، إذا كنت تعملوا اعملوا على بانر مارغريت ولا تعملوا على بانر مارلين وليز ولا على بانر روكسي. هلا روكسي نصيحة لحدا يعمل نصيحة، بس إذا كنت تعملوا على مارلين فيكم تعملوا على اللي هي لوديسييل اللي هو مارغريت، ساعتها أفضل شيء بتقدروا تعملوه. وبس بقى هي هي يعني اعتقد افضل طريقة، غنية كتير مزعجة، بقى هي هي افضل شيء ممكن تعملوه حاليا اللي هو تجمعوا جيماتكم لبانر مارغريت وتجمعوا جيماتكم اذا فيكم لبانر مارلين، بس غير هيك اذا ما في اذا بتختاروا واحدة منهم اختاروا دائما طبعا الفستيفال، لانه شخصيات الفستيفال دائما بتكون اقوى من الشخصيات الثانية. بقى بس هون بكون وصلنا للفيديو اليوم، أرجو أن تكونوا استمتعتوا فيه، إذا استمتعتوا فيه لا تنسوا لايك للفيديو، وشوفكم على الوقت عشان كل جديد مني، أشوفكم على خير فيديوهات تانية، مع السلامة.